وصفة النهاردة هي وصفة لذيذة قوي، البيض التركي المينيمين. هنعمله بطريقة سهلة قوي، يلا بينا نشوف المكونات والطريقة. متنساش اللايك وشير مع حبايبكم. المكونات: عندي بصلاية متوسطة بقطعها لمكعبات صغيرة. أنا المقدار هنا عاملة مقدار صغير تقريبا قد طبق. لو عايزين طبعا تزودوا الكميات طبعا مفيش أي مشكلة، زودوا كل المقادير اللي احنا عاملينها. وعندي برضو فلفلاية متوسطة وبرضو بقطعها لمكعبات. بحاول ان التقطيع تكون كلها تقريبا شكل واحد عشان تدي شكل حلو قوي للطبق. وعندي هنا طماطم انا بقشرها، وطبعا لو مش عايزين تقشروها مفيش مشكلة. انا بقطعها برضو لمكعبات صغيرة. في طاسة عندي على النار بحط قطعة من الزبدة وبحط عليها البصل وهشوحهم مع بعض. والزبدة هنا بتدي طعم حلو قوي للوصفة دي، يعني البيض والزبدة مع بعض كده توليفة حلوة قوي. طبعا هوريكم بشكل سريع مراحل تغيير البصل واللون بتاعه لحد ما بيوصل للون الذهبي الخفيف اللي انتوا شايفينه في الصورة ده. بعد كده بحط الطماطم اللي عندي وبقلبهم مع بعض وبسيبهم يتسبكوا كده حاجة بسيطة. لما الطماطم تنزل المية بتاعتها شوية وتبقى عاملة زي الصوص كده، ببتدي انزل بالفلفل الاخضر اللي عندي واقلبهم مع بعض واسيبهم بقى يستووا ويتسبكوا مع بعض لحد ما اشوف صوص الطماطم موجود واحس ان كلهم بقوا مندمجين قوي مع بعض. بعد كده لما بشوف المنظر اللذيذ ده بنزل عندي بالبيض المخفوق. البيض هنا انا خفقته بره قبل ما انزله، بقلبهم بقى مع بعض على نار هاديه واسيبهم يستووا مع بعض. وبرش بقى رشه من الملح والفلفل، ويا ريت تكتروا الفلفل الاسود هنا بيبقى بجد خطير قوي مع الوصفه دي. وبسيبهم يستوي سوا على نار هاديه وبس كده. وصفه بسيطه وسهله جدا، يعني بجد طعمها لذيذ قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها ومستنيه رايكم في التعليقات. ولو بتشوفوني من على الفيس ما تنسوش تعملوا فولو للصفحه، ولو بتشوفوني على اليوتيوب ما تنسوش السبسكرايب. اشوفكم الفيديو اللي جاي اكيد في وصفه جديده من وصفات السعاده. دمتم بخير، الف هنا وشفا، باي باي.